وهي مكان هنا تاريخي، خنصوره من الداخل اسمه بيرستل عساج، ممر بيرستل. نشوف شنو داخل. اوكي، يعني مثل السوق مسقوف، يعني اللي داخله فيه تقريبا تحف. يعني هنا نشوف مشغولات أعمال يدوية، هذا مطعم صغير، بعدين نروح نستريح فيه نشرب قهوة كذي. فخار انتيكو، يعني سوق الاشياء القديمه، تحف، مانز ميد، كاكاو، صناعه محليه. يعني حقيقه داخل جو بارد، يعني شويه تخلصنا من الحر اللي برا، اعوذ بالله. وصلنا إلى المخرج من المكان الآخر. هيا.